اليوم تنتقل الأكاديمية العسكرية المصرية إلى مقرها الجديد في العاصمة الإدارية. نقلة نوعية كبيرة تواكب أحدث النظم العالمية، صرح عالمي جديد مكتمل في كافة المجالات.
الآن الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية. إن كل ما نشهده على أرض مصر في العشر سنوات الأخيرة يؤكد أن أمامنا بإذن الله مستقبل مشرق. يتزامن اليوم افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية مع الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. السادس من أكتوبر يوم العزة والكرامة. وفي ذكرى السادس من أكتوبر تحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. تحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.
وتذكر مصر دائما بالخير أشقاءها العرب الذين ساندوها في كل الأوقات. دائما وأبدا سنظل شعبا واحدا. وامتداداً لروح أكتوبر 73 تشهد مصر اليوم طفرة كبيرة في كل المجالات، يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يقود سفينة الوطن نحو مسيرة التنمية الأضخم في تاريخها المعاصر، ومعه كل أبناء الوطن لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.